جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول والدتي تعطيني ما تجمعه من المال بقصد أني أريد الزواج وأنا طالب، ووالدي يرفض ذلك ويأخذ جميع مالها بحجة أن عليه ديون، وبسببها أنه تزوج مرة أخرى ولم يزوجني، هل يجوز لوالدتي ألا تعطيه شيئا من المال؟ جزاكم الله خيرا. مالها لها، ولا يجوز لوالدك أن يأخذ إلا ما سمحت به نفسها. وأما الزواج فإنه حق واجب على والدك، أنه من جملة النفقة. إذا كنت لا تستطيع أن تتزوج فإنه يجب على والدك أن يزوجك من ماله، لأن هذا من الحقوق الواجبة عليه لك. نعم.